مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، استقبل رئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالعاصمة القاهرة ضمن جولة عربية يقوم بها الأخير وتشمل أيضا سلطنة عمان. وقالت الرئاسة الجزائرية إن الزيارتين تندرجان في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون دون تقديم أي تفاصيل بشأن مدة كل زيارة ولا أجندتها. وفي هذا السياق صفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال ندوة صحفية مشتركة بينهما في القاهرة، حيث أكد الرئيس المصري السيسي بوجود توافق تام ضد التدخل في شؤون الدول الداخلية. وشدد عبد الفتاح السيسي تحت نظرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على عدم التدخل في شؤون الدول ومحاولة التآمر أو إذكاء الفتن بين بعضها البعض، حيث اعتبر الكثيرون تصريحات السيسي بأنها رسالة غير مباشرة للنظام الجزائري الذي يسعى لإثارة النزاعات والمشاكل. رد السيسي في وجه تبون انتشر بشكل واسع داخل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نصح الجميع النظام الجزائري بفهم الرسالة جيدا ووقف الأجندة الهدامة بالمنطقة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.